بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن المبين يرفع به أقواما ويدع به آخرين وبعث محمدا رسولا أمينا في الأمين فجعله أعلم الأولين والآخرين وخاتم النبيين وأسوة ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات زاكية وتسليمات عالية وبركات إلى يوم الدين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه العدول الذين رفعوا راية الإسلام ومنار السنة بثلج اليقين وبلج الجبين وعلى جميع الفقهاء والمحدثين الذين حفظوا حريم الشريعة المحمدية عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عواسمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونحن نقرأ على فضيلة الشيخ بهاء الدين أحمد حفظه الله تعالى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري بالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. فقال مجاهد القسط أصوى عدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائد. وبه قال حدثنا أحمد بن أشجاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله.